إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام. وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. أغفل للذنوب، أغفل للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟